عايزه بقى اروح مع حضرتك كده للبدايات، معلش نتكلم شويه في تفاصيل. انا حسب معلوماتي الصفقه اللي كانت في انضمام حضرتك للنادي الاهلي كانت وقتها من اغلى الصفقات، وكانت تقريبا 6000 جنيه، صح كده؟ 7000 جنيه و500. 7000 جنيه و500. هتقلليهم ليه طيب؟ في المرحله دي كان رقم تعجيزي في المرحله دي، أيوة، وكان الصفقه الاعلى على الاطلاق. كان رقم كبير يعني. جاء قبليه مختار، جاء قبليه طار الشيخ وشطه في السنه اللي قبليه على طول. انا جيت في السنه دي ب 7500 جنيه، ومباراه في كفر الشيخ لصالح كفر الشيخ ضد الاهلي، ومباراه في القاهره في استاد الجزيره برضو ارادها لكفر الشيخ. طبعا هناخد في الاعتبار فرق الازمنه والمعطيات بتاعت كل طبعًا زمن، بس يعني لما بتسمع حضرتك او بتقرا خبر او بتعرف معلومه ان تم انتقال اللاعب الفلاني الى النادي العلاني بكذا مش عارف كم مليون، النهارده عدت ال 100 مليون بمستحقات اللاعب ومستحقات النادي اللي بيجي منه، يعني ارقام فلكيه. طبعًا. احنا زمان ما كانش فيه احتراف، دلوقتي بقى فيه احتراف. زمان كان يبقى انا باجي النادي الاهلي بعمل استماره وبعد بفضل في النادي الاهلي لغايه لما النادي الاهلي هو يستغنى عني، اما انا يبقى هنتقل لنادي مثلا في اوروبا، هنتقل لنادي اخر، يبقى في تفاوض مع النادي. لكن زمان ما كانش فيه احتراف، ما كانش فيه عقود عشان اتعاقد بثلاث سنين والعقد يخلص ويبقى حر بعد كده. فطبعا الامور اختلفت تماما والعصور اختلفت بشكل كبير جدا يعني عن زمان يعني. بس تفاصيل بقى الانضمام، يعني مين كلم حضرتك؟ مين يعني اللي كان واقف معاك في الانتقال ده؟ مين شجعك؟ عايزين نعرف. وهو في البدايه انا كنت بلعب في الدوره المدرسيه منتخب مصر في المدارس في اسكندريه، كان المدير الفني بتاعنا الكابتن طه اسماعيل، وكان المدرب العام كابتن ابراهيم الوحش، اخو الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه من الاثنين يعني. يعني واحد من الحاج محمد العافي، ده الحاج محمد العافي ده من كفر الشيخ وكان عضو عامل هنا في النادي الاهلي، وكان الكابتن طه بيعمل تجمع لمنتخب مصر للمدارس في النادي الاهلي، وهنتمرن اسبوع في النادي الاهلي هنا في الجزيره. فقال له عندنا لعيب في كفر الشيخ، لعيب كويس، خده شوفه ممكن ينفعك. ففعلا قال له طب خليه يجيب هدومه ويجي على النادي الاهلي. جبت هدومي على اساس ان انا هقيم هنا في النادي الاهلي اسبوع، وكنت ضمن 44 لعيب من اللي هيختار منهم كابتن طه اسماعيل 22 لعيب يروحوا الدوره المدرسيه. حلو. وفعلا قعدت الاسبوع وكنت ضمن ال 22 لعيب اللي اختارهم في الدوره المدرسيه. الدوره المدرسيه دي كانت دوره دوليه، كان فيها الكويت والسعوديه واثيوبيا والصومال، يعني كانت دورة دولية، كان مهتمين جدا اياميها بدور المدارس. كان معايا ثابت البطل، كان معايا ابراهيم خليفة حارس مرمى في الاسماعيلي، محمد صلاح، احمد عبد الحليم، كان محمود فوزي، كان معايا لعيبة كتيرة جدا من يعني كنا منتخب مصر، فعلا كنا منتخب محترم جدا يعني. وفي الدورة دي انا كنت هداف الدورة، انا كنت بلعب راس حربه، خلي بالك ده انا هحكي لك على حاجات. انا فعلا يعني لما جيت النادي الاهلي مرمطت بقى في المراكز. فكابتن طه عرض عليا ان انا اجي النادي الاهلي، وقلت له والله انا مفيش مانع، يا ده يعني دي امنيه اي حد بيتبناها وكده. ففعلا كلم الناس، وكان اياميها الحاج عبد البقال موجود، وده هو اللي جايبنا كلنا، خلي بالك، جايبني وجايب محسن صالح وجايب طار الشيخ ومختار، يعني هو كان موجود. كان ساعتها كان رئيس النادي سيادة الفريق مرتجى الله يرحمه، وكان نائب رئيس كمال حافظ، الاستاذ كمال حافظ الله يرحمه راحه. فجولي كفر الشيخ، انا كنت في كفر الشيخ ولقيت في تليفون، لقيت العربيه فيها الثلاثه، عم عبد البقال وسيادة فريق مرتجي. شوف بقى الاحترام. طبعا يعني سيادة فريق مرتجي ده كان حاجه جامده قوي. و
واستاذ ابراهيم حافظ كمال حافظ بيقول لي قالوا لي تعالى قابلنا بواحد من اعضاء مجلس الاداره عشان نتكلم معاه كده. خدتهم وديتهم لحد هناك وكده واتكلموا، وعم عبد البقال جه جنبي كده قال لي انت هتمشي من هنا هتروح مصر هتلاقي ابني مستنيك هيواخدك هيقعدك في شقه ما تبانش خالص. عم عبد البقال كان ليه حاجات ايه يعني تفوز كده يعني ما حدش يعرف عنك حاجه خالص. كتب حتى في الجرايد ان محمد عامر اختفى وكلام من ده، وبعدين هو بقى قعد مع والدي في الله يرحمه والدي في البيت اسبوع يتكلم معاهم في ازاي محمد عامر ينتقل وكلام من ده. لان انا كان ان انا اكون امشي من نادي كفر الشيخ كان من الصعب جدا، لدرجه ان واحد من اعضاء مجلس الاداره قال احنا هنجيب بقى حنطور ونحط عليه الميكروفون وناخد راي الناس في الشارع محمد عامر يمشي ولا لا.